يعتمد على هذا الجدل ما بين الذات الشاعرة ورفيقتها اللتين تشكلان هاتين الوحدتين الشعريتين المركزيتين في القصيدة. ولكننا لسنا أمام التصور زي ما قلت حتى البنياوي اللي بيعتمد على فكرة الثنائيات المتعارضة، فالذات الشاعرة ورفيقتها ليستا ذاتين متعارضتين، إنهما يسعيان إلى هذا التكامل أو هذا التآزر. طيب، ولذلك بنية المقطع الشعري بتقوم على إيه؟ يقول أما هي أما أنت، زي ما بدأ القصيدة أما أنت، وبعدين يقول أما عني، أما أنت أما عني، وكأننا أمام حوارية شعرية بين الذات الشاعرة وما بين رفيقتها. طيب، في دولابك الآن لغم يا عاطف، الذات الشاعرة بتتماهى مع ما يسمى المؤلف الضمني للإيه؟ للديوان، اللي اسمه موجود على الغلاف. إحنا هنا هنلاقي غياب حر عاطف عبد العزيز شاعر. فحالة من اللعب التقني والفني بيستخدمها عاطف عبد العزيز في هذه القصيدة، وفي الحقيقة في قصائد أخرى من الديوان. التكنيك الآخر اللي بتعتمد عليه أيضا بعض القصائد ما يمكن أن نسميه بنمط شعرية الخطاب، وطبعا جزء أساسي على فكرة من إشكالية النقد لقصيدة الناس هو غياب قدرة كثير من نقادنا، أنا مش عايز أقول حاجة أكتر من كثير، غياب قدرة كثير من نقادنا على الاقتراح، غياب القدرة على الاقتراح، إزاي تقترح مصطلح النقدية، إزاي تصوغ مصطلح نقدي، بس طبعا مش في الفراغ لأن فكرة المصطلح عندها أشياء متحققة، لكن لازم يكون على الأقل في الاتكاء على حاجة من دلالة نصية. في نمط في القصيدة، في نمط تكنيكي بيستخدمه عاطف عبد العزيز نطلق عليه بوثوق شديد نمط شعرية الخطاب. نمط شعرية الخطاب اللي هو حاضر في أكثر من قصيدة، من أبرزها مثلا القصيدة الثانية في هذا الديوان، وهي قصيدة ماستر سين. ماستر سين ده هذه القصيدة هي عبارة عن هذا الخطاب، خطاب مفتوح، خطاب شعري، خطاب شعري بتصوغ الذات الشاعرة، وبتتوجه به بهذا الخطاب الشعري إلى متعين محدد تلعب الهوامش دورا في توكيله. هوامش النص انت هتلاقي مثلا في هوامش الاشارات، وانا قلت ان ده تكنيك ليس غريبا على عاطف عبد العزيز لانه استخدمه في كل دواوينه الاخيره تقريبا، هنجد ان اول اشاره الخطاب في هذا النص ماستر سين يتوجه الى الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، وهو يدور حول الممثله الراحله سعاد حسني التي لقيت حتفها في لندن عام 2001 في حادث غامض، والتي كانت ترتبط مع الشاعر الراحل بعلاقه صداقه عميقه. هذا القصيدة الثانية اللي هي قصيدة ماستر سين بتعتمد نمط يمكن أن نطلق عليه نمط شعرية الخطاب، حيث تتوجه الذات الشاعرة بالخطاب الشعري إلى متعين محدد اللي هو هنا صلاح جايز، تلعب الهوامش دورا في توكيله. طب هل ممكن كان من الممكن، ده السؤال بقى الفني، هل كان من الممكن ان يحذف عاطف عبد العزيز هذه بعض هذه الهوامش؟ طبعا كان ممكن، تمام، زي مثلا ان انا طيب يعني انا لو انا قلت ان الخطاب هنا طبعا باين ان الخطاب موجه الى صلاح جاهين من غير هذه الاشاره في النهايه، بدليل هذا المقطع الشعري اللي هو شفت يا صلاح، شفت يا صلاح أنت محظوظ دون ريب، بات بوسعك من مكانك الجديد أن تراجع على مهل كتاب اللوع في نسخته المزيدة المنقحة. طب إذا ظل ذلك على ذلك، إذا ظل ذلك كذلك، يعني ممكن ماشي الحال، يمكن أن يظل هذا الإيه؟ الهامش موجودا في نهاية هذه، في نهاية الكتاب. كان بقى المشهد كان لا أو ممكن نشتغل عنه طبعا، هو حريص على لا هو ممكن هنا بقى الاهم من ده يمكن الابقاء على هذا الهامش، لكن الهامش الثاني اللي هو فيه الاشاره الى اللوع
مفردة تعني في العامية المصرية الكذب والتضليل، وقد وردت في إحدى رباعيات صلاح جاهين التي يقول طبعا الناس الشهير علم اللوى أضخم كتاب في الأرض، بس اللوى اللي يغلط فيه يجيبه الأرض. طب لو أنت ذكرت الأولى واتكلمت عن صلاح جاهين وأنت في المتن الشعري جبت سيرة كتاب اللوى، خلاص الشاهد الثاني أو الهامش الثاني لم يعد له قيمة، يمكن حذفه باختصار شديد وبوثوق نقدي ومن بدلالة نصية وكل حاجة. الشاهد الثاني يمكن حذفه، الهامش الثاني اللي هو في الإشارة لعلم النوع يمكن حذفه باطمئنان شديد. لماذا يمكن حذفه؟ لأن أنا خلاص جبت سيرة صلاح جاهين، اتكلمت عنه في الهامش، اتكلمت عنه وفي المتن أنا قلت علم النوع، فخلاص كل شيء تم. وانا ارجو طبعا ان الصديق العزيز الشاعر الكبير عاطف عبد العزيز في طبعات اخرى ينتبه الى هذا المنح. خطاب الى صلاح جاهين، طيب كسر بقى، شفت يا صلاح، شوف بقى اللغه المتناغمه الكلاسيكيه الفصيحه الرصينه اللي بيستخدمها عاطف عبد العزيز، اللي بتحلق ما بين الايقاعات الايقاعات الجمالية وما بين النمط الكلاسيكي اللي بتحلق ما بين ما هو واقعي وما هو مجازي، فجأة يكسر هذا النمط الإيقاعي اللغوي، يعني هذا النمط اللغوي السائد المتعارف عليه، ويقول لك ايه، شفت يا صلاح، كسر الإيقاعات هنا في الحقيقة واحد من التكنيكات المهمة التي يستخدمها عاطف عبد العزيز في هذا الدول الشعرية، اللي هي شعرية في النهاية، هي على الرغم من انها شعريه نوعيه وعلى الرغم من انها بتروح لمناطق بتخاطب زي ما قلت قارئ نوعي، لكنها في النهايه هي بتعانق او بتداعب هذا الوجدان العام، في جزء منها في الحقيقه بيداعب هذا الوجدان العام او هذا الوجدان الجامع، وده واضح مثلا في نصوص اخرى بقى في الديوان لما يستخدم مثلا كل الكنايات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه، لما مثلا ام كلثوم نستخدم سومه، ولما كل الحاجات اللي هي زي ما قلت بتشكل جزء من الوجدان العام او جزء من الوجدان الجمع المصري تحديدا. خطاب الى صلاح جاهين وكسر ايقاعات اللغه المنسجمه، شفت يا صلاح، معاينه الماساه، ماساه سعاد حسني، والدخول الى العالم من مدخل ذاتي. كل النمط الشعري اللي بيعتمد على حاجه اسمها شعريه الاحاله، ان مثلا هنا يحيل الى صلاح جاهين ويحيل الى ازمه سعاد حسني التي انتهت بمصرعها الغامض. طب وانت بتتكلم على هذا المعنى في هذا القصيده، طب ما موقع الذات الشاعره؟ ده سؤال مهم، يعني وهل نحن بايذاء مجموعه من الاحالات المجانيه وخلاص؟ وطبعا في مشكله انا عايز اقول ان في واحده من المشكلات الرهيبه الاساسيه في قصيده النثر في الحياه، اللي تلاقي ممكن تلاقي واحد قاعد يستدعي 100 اسم، يستدعي 100 اسم، او حتى في الروايه وده موجود جدا، تلاقي مثلا يستدعي 100 حاجه، هو ليس ما فيش علاقه وثيقه بتربط ما بين الذات الشاعره او حتى الذات السرده في النص السردي وما بين المسرود عنه او المحكي عنه شعريا.